الو يا حلوين، كيف حالكم؟ بعرفه عن نفسي في البداية، أنا اسمي شدا، عندي حساب في سناب أعمل فيه دي أي واي وأعمال يدوية وفنية وكده. صراحة فتحت القناة هذه حقت اليوتيوب عشان بتجيني طلبات كثير من المتابعين إنه بتروح عليهم سنابات وما بيلحقوا يعملوا نفس الفكرة، فحبيت إنه يكون في مرجع لسناباتي. يعني غالبا حتكون كل الفيديوهات حاليا كلها حتكون من سناب مأخوذة، يعني سنابات ومجمعة ومرتبة وممكن أركب عليها صوت وشرح وكده عشان يصير عندكم مرجع للعمل اللي عملتها. المرة هذه أنا عملت بوك مارك أو الفواصل للكتاب، عملت أشكال. للأمانة لما جيت بدي أسوي إيديتنج للفيديو، في فيديوهات كتير لقيت إنه أنا ما عملت لها سيف، فححاول إنه أعوضها بإني أنا أشرحها بالفويس. عملت هنا شكل دبدوب وشكل أرنب، شكل آيس كريم، استخدمت فيها خامات الجوخ، استخدمت الورق المقوى. وتكلمت عن كتاب صاحبتي مرام الغامدي الكاتبة، ححط لكم الرابط تحت لو تبي معلومات عن الكتاب وعن الكاتبة وحسابها. أدعموها وعدوها شوية حب. اوكي، بدأت ان انا استخدمت الورق المقوى، استخدمت اللون الابيض. طبعا بامكانكم تستخدموا اي لون، لكن انا اخترت الابيض لانه اصلا كده كده حغطيه. ضروري يكون مقوى عشان تصير معاكي نفسها الفواصل هذه تكون سميكة. طيب بعد كده هعمل مربع مقاسه 7x7 سنتي، الخطوة اللي بعدها هعمل نفس المربع، هعمل مربع تاني جنبه نفس المقاسات 7x7 سنتي، وحكررها كمان وحعمل مربع تالت في الركن التاني. حتشوفوا كيف الخطوات كلها مقاسها نفس المقاس 7x7 سنتي. في سنابة هنا طارت اللي هي بعد ما رسمت المربعين صارت 3 مربعات، قسمت المربعين اللي على الجنبين قسمتهم بالنص وقصيت. في الفيديو اللي بعده حيبان كيف أنا لما قسمتها وكيف قصيتها. هنا هعمل المربع الثاني، هيصير عندنا 3 مربعات كلها نفس المقاس 7x7 سنتي. طبعا بامكانك تختاري المقاس اللي تبغيه، بس انا فضلت اني اعملها 7x7 سنتي. اوكي، دحين انا هشرح لكم الجوخ اللي انا استخدمته. هو جوخ لاصق مقاسه A4، يجي منه الوان اخذته من مكتبة الزامل في الخبر، اتوقع متوفر في اغلب المكتبات. ليش لاصق؟ هو يعني هو في زي الاستيكر، فيعني حلو، احسه مره مفيد في الاعمال الفنيه. الوانه حلوه، يجي منه الوان كتير. في الفيديو هذا هستخدم الاحمر والاسود، واتوقع استخدمت كمان الاصفر. عملت الدبدوب بالبني والبيج، في الوان يعني لطيفه فيه. اوكي، هنا باين انا بعد ما قصيت الشكل اللي عندي قسمت المربعين اللي بالجنبين بالنص وقصيتهم وتنايتهم انه يصير بهذا الشكل. بعد كده قصيت مربع من الجوخ الاحمر عشان بدي اعمل الشكل الانجري بيرد، وحابدا الصقه. هو شويه حيكون زي الستريتش كده، شويه حيمط معاكي، فحاولي انك ترتبيه مظبوط على الخطوط وعلى مساحة المربع اللي عندك عشان يطلع مرتب. ولو طلعت أطراف زايدة عادي يعني قصيها. أنا أتوقع كان عندي أطراف زايدة وقصيتها.
وهنا قاعدة أقص الأطراف الزايدة عشان يترتب الشكل. وغالبا لو كان الشكل لو كان الجوخ أكبر بشوية حيكون أحسن من لو يكون أصغر عشان لا ينقص عليك. أوكي، الخطوة اللي بعدها قصيت جوخ أبيض أصغر من مقاس المربع الأحمر عشان حال السقوف داخل المربع الأحمر. شايفين كيف هو زي الستيكر؟ أفتحه وعملت كمان شكل ديل أنجري بيرد حال السقوف بين الجوخ الأحمر والأبيض. ما استخدمت فيه غرا لأنه هو فيه غرا أصلاً، يعني اعتمدت على غرا الجوخ. اتأكدت انه اقدر اتنيه بدون اي مشاكل، وبعد كده حألصق المثلثين في بعض. استخدمت الدبل تيب، ممكن استخدم الغرا، حقص جوخ على شكل مثلث. اوكي، هنا بعد ما قصيت المثلث حبدأ ألصقه من الطرف من الزاوية. أنا كنت جالسة أشرح لكم إنه الدبدوب هو أول واحد عملته، فكان شوية يعني ما هو مرة متقن حسيته. فحبدأ ألصق من الزاوية إلى الأطراف عشان يطلع الجوخ عندي مرتب. الخطوة اللي بعدها عملت التفاصيل اللي هي الملامح، عملت الحواجب بالورق الأسود، عملتها تركتها طويلة بعدين قلت أقصرها، وعملت العين دائرتين لاصقة في بعض وقصيتها من فوق برضو بالورق المقوى، والبؤبؤ أو داخل العين عملته بالخرام السوداء بالخرام الورق الأسود يطلع مرتب. وعملت هذا ما اعرف اسمه العرف ما اعرف اسمه، المهم خص لحقة الشعر حقته برضو بالجوخ. رسمت اول شيء على ورق بعدين لصقت على الجوخ وقصيت الجوخ عشان تطلع معاي شوية ماسكة نفسها، وغالبا حركبها زي كده. أما بالنسبة للمنقار فأنا عملته بالورق المقوى الأصفر، رسمته تقريبا بهذا الشكل وقصيته، وبعد ما هخلص وألصقه ههده بالأسود وأرسم الخط اللي في النص عشان يبان إنه هو شكله منقار حقيقي. ركبت العيون ودحين بركب الحواجب. حسيت انها سميكة فحاولت ان انا اضعفها شوية. استخدمت فيها غرا مسدس وحطيت مرة شوية. وطبعا ما حاترك الاطراف زايدة أو ما حدرك الحواجب قد كده كبيرة، حقصها في النهاية لما نشوف الشكل النهائي وكيف حتطلع. هنا بوريكم كيف عملت البؤبؤ بالخرامة.
أقدر أستخدم أي نوع من الغراء. أنا أستخدم غراء مسدس من فاكرة ليش، بس إنه أقدر أستخدم غراء أصبع حيكون يعني عادي لأنه هو أصلا ورق. وأحاول إن أنا لما ألصق البؤبؤ يكون قريب من الحواجب عشان تعطيني نظرة الغضب إن هم زعلانين وكده ما أدري ليه. وهنا بدأت أركب المنقار، حطت طرف المنقار غراء، وآخر خطوة حركب هذه الشعرتين. بالله اكتبوا لي في الكومنت إيش اسمها، ما أعرف، أحس إنه أنا أعرف اسمها بس ناسي مضيع، حتى يوم في سناب ما عرفت إيش اسمها، بس اكتبوا لي في الكومنت إيش يسموها، هل يسموها عرف؟ هذاك حق الديك أتوقع. طيب، وبدأت أقصر الحواجب على الشكل اللطيف، يعني شكل جميل. استخدمت قلم أسود وبدأت أحدد، حددت المنقار ورسمت خط فاصل يفصل بين العينين. هذه التفاصيل البسيطة مرة تعطي شكل جمالي. وبدأت أحدد كمان أطراف العين عشان تعطيني شكل كرتوني أكتر. وكده خلص معاي الشكل اللطيف. بجرب دحين على الكتاب، صراحة مرة استمتعت وأنا أسويه ومرة انبسطت كده بالنتيجة، عجبني، وردة فعلكم في سناب مرة كانت خرافية صراحة، حمستوني أني أنا أستمر. طبعا دائما اللي حمسني عنده أستمر. وهذا الدبدوب، صراحة أنا الدبدوب كان يعني أول واحد عملته، متعب لكن النتيجة كانت جميلة. بالنسبة للأرنب، أنا عملت استخدمت الورق المقوى اللي يكون فيه زخارف، وكنت جالسة أقول إنه هذه الشوارب حقته عملتها برضو بالورق الأسود، قصيتها مرة رفيعة. الخطوة اللي نسيتها هنا إنه أنا كنت بحط النقطة البيضة داخل العين عشان تعطي تأثير كده، تعطي شكل جمالي مرة. شايفين الفرق كيف؟ هي هذه اللمسات البسيطة تعطي مرة فرق في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي. والايس كريم مو مرة عاجبني فحطته كده على جنب مرة بعيد عنهم، بس وقولوا لي ايش رايكم، اكتبوا لي في الكومنت رايكم. واذا عملتوا حاجة من الافكار اللي اعرض لكم هي في سناب او على اليوتيوب، ارسلوا لي الصور او اعملوا لي تاج او منشنوني في الانستغرام. هحط لكم انستغرامي في صندوق الوصف، وهحط لكم سنابي برضو. تعالوا سناب، ترى بعمل كل يوم فكرة جديدة. وشكرا للمشاهدة، لا تنسوا تعطوني لايك إذا عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان أول ما ننزل فيديو يوصل لكم على طول. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، ومع السلامة.